متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هنا بمدينة طنجة لا زال أرباب نقل المستخدمين بالمدينة يخرجون في مظاهرات عديدة ومستمرة احتجاجا على زيادة ثمن المحروقات المهول في الأيام الأخيرة. إليكم التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي محمد رضا الجراي، رئيس جمعية الأمل لأرباب نقل المستخدمين بمدينة طنجة. أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر السلطات الإدارية والأمنية على مواكبة هذه الوقفة الاحتجاجية، وكنشكر جمعية الوحدة اللي قامت بالتنسيق معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية. أولا كنطلب الحكومة فتح حوار على هذه الزيادة في المهولة في أسعار المحروقات، وخصوصا مادة الغازوال الذي قد تتسبب في إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكنطلبوها بفتح باب الحوار عاجلا. وفي حالة لم تلبي هاد الطلب ديالنا ديال فتح باب الحوار او تسقيف سعر الغازوال، سنرفع رايه الاضراب، وهذا ما نخشاه. ونجدد اننا نطالب بفتح باب الحوار عاجلا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا الاذاعه اللي استقبلتنا بهذه الوقفه الانذاريه اللي كان اسمها بين جمعية الأمل وجمعية الوحدة، في إطار واحد التنسيق ديال الزيادات لا متكررة ولا مشروعة. وبالتالي هذا إكراه بالنسبة بين الإكراهات اللي كيعيشها قطاع نقل المستخدمين حاليا. لذا نطالب الجهة المسؤولين لإيجاد حلول ناجحة فيما يخص هذه المادة باعتبارها المحرك الأساسي لقطاع نقل المستخدمين. في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة واللي كيندد بها كما كتشوفوا القطاع اللي كيشتغل فيه أكثر أزيد من 600 مقاولة، من بين المقاولات المتوسطة والمقاولات الصغرى، ولهذا نطالب الحكومة بإيجاد حلول ناجحة لهذه المادة الغازوال، أو تسقيف ثمن الغازوال. لذا نطالب كذلك، نطالب ثم نطالب على أن إيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن، وإلا سنضطر إلى رفع راية الإضراب نظرا للضغوطات التي يعيشها قطاع نقل المستخدمين بمدينة طنجة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم على التغطيه. قلت هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كتخدها كل من جمعيه الوحده لنقل المستخدمين بتنسيق مع جمعيه الامل في طنجه، جات بسبب حقيقه زياده الغير مبرره والزيادات المتكرره ديال مادات الغازوال ديال المحروقات والمحروقات بصفه عامه، خاصة وأن حنا كنقلا يعني المادة اللي كنستهلكو بزاف، المادة الأساسية مادة الغازوال. فالناس اللي كتشتغل في هذا القطاع هي بصفة عامة هي مقاولات صغرى ومقاولات متوسطة، وصلت وضعية أنها ميمكنش تستمر. وأنا كنعتبر هذه المقاولات مواطنة. علاش؟ لأن الحقيقة ضحات كثير، والان ما يمكنش تزيد القدام، لانه في الحقيقه كنخدموا بطال، هذا هو، ما نكذبوش على راسنا. لذا كنطلبوا من الحكومه باش توجد لنا حل عاجل وسريع لهذا الاشكال. والا كما قلت هذه وقفه انذاريه، وربما قد نلتجئ الى اشكال نضاليه اخرى. قطاع نقل المستخدمين في طنجه قطاع ذو اهميه قصوى، قطاع مهم جدا، لانه كما في حالي كنقول دائما، اذا كان طنجه هي قاطره الاقتصاد المغربي
والشمال بصفه عامه، فان هذا النقل المستخدمين هو عود قاطره لهذه الحركه الاقتصاديه اللي كيعرفها الشمال. فلهذا كنطلبوا من المسؤولين باش يفتحوا معنا ولا يعملوا معنا اوراش ويفتحوا معنا حوار لايجاد حلول لهذه الاشكاليات. ما ندخلوش حنا في التفاصيل الحياتيه شنو هو الحل، الحكومه خصها توجد لنا الحل. كاين القضيه ديال الغازوال المهني، كاين القضيه ديال التسقيف، كاين القضيه ديال لاتيفيا، كاين بزاف ديال الاشياء اللي يمكن تنقصنا من التكلفه ديال 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 الفاكتوره ديال الغازوال. قلت هذا القطاع هذا راه كيشتغل 24 ساعه، ما كنتوقفوش. هنا في طنجه كنهزوا ما يربو على 300,000 عامل اللي كنهزوا، فهمنا ما بين لالي والروتور كاين اكثر من 3,000 حافله اللي كتشتغل. كنشتغلوا في داخل واحد 5 ولا 6 ديال المناطق الصناعيه، وكنشتغلوا بواحد الدقه بواحد فهمنا بواحد دقه كبيره. بمعنى هاد الناس هادو راه كيبدوا واحد المجهود كبير في الحركه الاقتصاديه والسير العادي ديال المقاولات وبين المستثمرين هنا في طنجه. لذا كنطالب من الحكومه باش تنتبه لهذا القطاع وتعطيه الحق ديالو. وتحيه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.